علقت شركة دلتا الأمريكية للطيران رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب حتى نهاية العام على خلفية النزاع المستمر في المنطقة. أكد متحدث باسم الشركة دلتا أن هذا التعليق يعني وقف جميع الرحلات المباشرة لدلتا بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوقفت شركات طيران كبرى بينها إير فرانس ولوفت هانزا وسويس رحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل.